يبدأ شوط جديد وانطلاقة جديدة من انطلاقات هذا الصباح من شارة فهد بن مسند المهند. فننتقل إلى المركز الأول ونشوف اللي معنا في المركز الأول. معنا ينتقل في المركز روعة محمد بن راشد الهاجي. نشوف اللي معنا في المركز الثاني رقم واحد الشاهينية سعود بن عبد الله النعيمي. واللي معنا في المركز الثالث رقم البندري سلطان بن مبارك باللبح المنصوري. ونعود إلى روعة 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 ونعود إلى روعة مع محمد إلى روعة. وإلى المركز الأول روعة 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 لمحمد بن راشد الهاجري. أما اللي في المركز الثاني الشاهينية لسعود بن عبد الله النعيمي. والثالث لحظات ونوافيكم بالمركز الثالث. معنا في المركز الثالث البندري سلطان مبارك باللبح المنصوري. ونعود إلى روعة ونعود إلى روعة 400 متر أخيرة مع روعة. هل ستحسم نقطة هذا الشوط روعة أم للمشاركين رأي آخر؟ الشاهينية لسعود بن عبد الله النعيمي. هل عند رأي آخر أم روعة تحسم هذا الشوط؟ 200 متر عندنا إلى خط النهاية. 200 متر تحسم روعة من نقطة هذا الشوط. أشياء الخطورة من شاهينية لكن روعة 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 لمحمد بن راشد الهاجري. روحت روعة 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 إنها روعة فعلا روعة. الراشد محمد بن راشد الهاجري والتهانينا والناموس للراشد محمد بن راشد الهاجري. المركز الثاني الشاهينية لسعود بن عبد الله النعيمي. والمعنى في المركز الثالث معنا في المركز الثالث البندري سلطان مبارك باللبح المنصوري. والتهانينا والناموس الروعة لمحمد بن راشد الهاجري. التوقيت الزمني 2:20 ثواني و10 أجزاء من الثانية.